تفاجأنا بحديث الرئيس تبون للإعلام عن اتفاق معه ومع تونس لتشكيل كيان مغاربي جديد. شوفوا لي الشوهة، شوفوا الشوهة، شوفوا لي الشوهة يا جدك، الشوهة يا جدك. الإخوان هذاك ألجيريا اللي راه كيتقلبوا حدود يديروا شي بلوك الله يكبر بي. الإخوان لي موديراتور تحركوا معنا شويه، الله يجازيكم بخير. انا عارف بانكم كتشو يعني كتستناوني اش نقول. شوفوا شو مع التعليقات، يا اما تحي السيرو يا اما البلوك ديريكت. سيكستاكو علاه تخافوا؟ تخافوا واش النيجر جدك مستدعي السفير نتاعكم وانت تقول لي الخوف؟ النيجر بهدلاتكم وتهضر على الشجاعه وسير تكمش، سير تكمش، سير تكمش، بهدلتوا بلادكم، بهدلتوا الشعب نتاعكم، بهدلتوا داك الاسم ديال الجزائر، اتبهدلتوا غاديين وتبهدلوا. النص نتاع ليبيا، النص نتاع دولة، النص نص، ماشي حتى دولة. كذبة ابريل مع عمي تبون، هادي ماشي كذبة انيس، اخويا انيس، ابا انيس، هادي ماشي كذبة. هادي ماشي كذبة، ماشي سمكة، ماشي سمكة ابريل. هذا راه دوب بيرمان بدوك وطال غريوكو، هذا دوب بيرمان ماشي حتى سلوقية، هذا راه دوب بيرمان ديال ابريل، رئيس ديال دولة كذاب. والخطير في الامر ماشي انه كذاب، حيت شي مرات كتكون كذاب والناس كتحشم تكذبك، كتقول وما عليش خلي الزمر، هذا النص ديال ليبيا حطوا له وجهه في الحيط. عرفتي شنو هي داك الطريقه؟ ورقوها صاحبي الطريقه، صاحبي فضيحه، صاحبي فضيحه، اقسم بالله الا اكبر فضيحه في التاريخ ديال يعني في هاد الاشهر الاخيره نتاع الجزائر. شتي داكشي تاع مليون كيلومتر مربع وداكشي ديال مزرعه الحليب، هذاك الشيء تقول يعني شعيبه بصبع الزرق، فهمتي البانديسي نوفمبري، معليش بردع في التصله ديال التواصل ديال الجدر ديال الابواب النوافذ نتاعو. ولكن ملي كتكون القضيه دوليه ما عندهاش علاقه مع الكذب الداخلي، الداخلي اهنا يعني صافي. عرفتي شنو هي ليبيا تكذب الرئيس ديال دولة الجزائر؟ فضيحة لا يمكن أن تتصور أخوتي. هذا دابا اللي كذبته ماشي روسيا، لأن واحد النهار كذبتهم روسيا، روسيا كذبتهم بخصوص شي حاجة مع المغرب، كذبتهم روسيا. نقولوا روسيا هذه راه ليبيا في عز ضعفها، وهذاك الجناح اللي يدعي تبون انه حبيبو الغالي اللي باغي يتحالف معاه ضد المغرب، قال له بعد عليا الكذاب، قال له انت كذاب، واش ما عندكش شي موضوع من غير الجزائر؟ انا عندي الموضوع غير نتاع الكذابه، فين ما كان شي رئيس كذاب انا تابعو. عندكم الرئيس في الجزائر كذاب، وإلا كنتو رجال خرجوا ناقشوا البلاغ نتاع المجلس الانتقالي الليبي، إلا كنتو رجال وكيهمكم الوجه نتاع بلادكم والمصداقية نتاع الجزائر الجديدة نتاعتكم، خرجوا الصحافة ديال العار، الصحافة نتاع الزيكو، المؤثرين نتاع الويل، خرج بوز غبيبة، خرج الكيدار 31، خرجوا البيستاشيين، خرج الرئيس. من أجل كرامة بلدكم وبلادكم ودولتكم وهيبة دولتكم التي تدعون أن عندها هيبة، الهيبة التي مرغت في التراب من طرف المجلس الانتقالي الليبي الذي قال أحشموا، يقولوا أحشموا، قالوا تفاجأنا بحديث الرئيس تبون للإعلام عن اتفاق معه ومع تونس لتشكيل كيان مغاربي جديد. وهذا البلاغ نيت قالوا فيه بانه حنايا لا نؤمن الا ب يعني ذاك الاتحاد الكلاسيكي هو اتحاد المغرب العربي اللي فيه خمسه دول واللي
سميتو فيه المغرب. دابا نقولوا الجهه تاع حفتر، دابا نقول هذوك الحفاطيره نقولوا راه تحالفوا مع الاخرين مع الامارات، هادو راه الجهه الاخرى المجلس الانتقالي الليبي اللي عنده علاقه زوينه مع الجزائر، وحشمهم وبهدلهم وفضحهم. دولة الفضائح صاحبي، نقسم لكم بالله إلى دولة الفضائح. المجلس الرئاسي، المهم اعتذر الانتقالي الرئاسي، الرئاسي يا المجلس الرئاسي اعتذر. لا لا ما كيبغوا الامارات، الامارات نقولوا احنا عندنا علاقه مع حفتر، نقولوا احنا حفتر ملي كيهجم على الجزائر اسيدي نمشيو معاهم في ذاك المؤامرات ديالهم، نقولوا حفتر والامارات ضد الجزائر. هذا راه المجلس الرئاسي، المجلس الرئاسي الليبي هذا راه مع الجزائر، راه كيحضروا كذا وزيرة الخارجية هذيك وهذاك الدبابه كذا هذه صفت هذا صفت هذه. قالوا لكم ما كاينش شي حاجة سميتها، اتفقنا معكم والله هضرنا معكم على اتحاد مغاربي جديد. يعني بالعربية التعرابط كيقولوا لكم رئيسكم كذاب. دابا حنا كذاب عارفينو كذاب، وعينا نقول لكم اودي راه بركه من راه بهدلكم، راه تبهدايل تحليه المياه الذهبي القمر صناعه السيارات البريكس كاس العالم كاس افريقيا شنو اخر مزرعه الحليب قطار طامن راست الدولار الدينار. ولكن باش تولي تبهدلك وتحشمك نص دوله، نص دوله راه ليبيا حنا كنعرفوا زعما ماشي انا كنقسم ليبيا، لا حاشا ولله، ليبيا الشعب الليبي الله يعمرها دارو على الراس والعين، ولكن لسوء حظه والله يفك وحايلو بخير وعلى خير، كاين جوج ديال السلطات في ليبيا، جوج السلطات، كاين السلطة الحفتارية وكاين السلطة ديال المجلس الرئاسي، جوج الجهات. دابا هذا النص هذا بهدل هاد خونا هذا. خويا عبد القادر الغزال تحياتي الله يحفظك عبد القادر. كملتها وجملتها يا بن عمي النيجر. دابا الجزائريين يتساءلون، أقسم بالله إلا قريت هكا نتاع الجزائريين كيتساءلون. علاش الجزائر ما ديرش داك القضيه ديال تخلع مالي وتخلع النيجر؟ حسوا بان فعلا النيجر ومالي كيتبوردوا عليهم، الشعب الجزائري يحس فعلا بان النيجر ومالي كتبورد عليهم. هادو الجزائريين الوطنيين ماشي نقولوا حنا معارضين ولا، الجزائريين الشياته هادو الشياته نتاع التبون. وصافي داكشي ديال الاخ الكبير والاخ الاكبر الذي يجب ان يصفح على تجاوزات الصغار، هاد الشيء خصو يحبس، هاد الدول الافريقيه خصها تعرف مع من راها، مع من راها، مع من راها، راها مع واحد الجزائري سميتو تبون رئيس ديال واحد البلاد ما عرف كي دار حتى لقى راسو رئيس. كذاب كذاب كذاب، مشبع الشعب نتاعو خرطي، مشبع الشعب نتاعو كذوب يا جدك. ايوا اليوم قال لك سيدي وزاره الخارجيه الجزائريه استدعت السفير نتاع النيجر، تخيل معايا دابا احشتها لك، اعطف احشتها لك، شت اللي كيحشيها الاخر اللي كيحشيها الاول هو اللي كيستدعي الاول، هذه معروفه في الدبلوماسيه الغبيه العابط. ودابا ملي درتي انت داك رد الفعل ولا 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 كديروا رد الفعل مع المغرب، نقولوا حنا المغرب مجهد، المغرب يخلع جدك، كديروا غير ردود افعال، ومع من؟ مع المغرب ماشي مع الدوله، مع التكاتيكا، اقسم بالله راه شتي فين وصلناكم دابا الدوله اعطف، راه وصلناكم للمستوى ديال كديروا ردود الافعال تجاه التكاتيكا. حتى باش ديروا رد الفعل تجاه بوريطا ولا الدوله ولا المخزن ولا ما كاينش،
وليتو نتوما دابا كديروا ردود الافعال مع التكاتك المغاربه. شتي التبهدل في وسط الجزائر دابا؟ ولا وزير الخارجية عطاف كيدير بلاغ 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 قال لا ماشي بلاغ يا ربي، في ندوه صحفيه كيتكلم على شي حاجه اثارها التكاتك المغاربه واليوتيوبر المغاربه، لو جينيرال مع هرباز مع شي وجوج اخرين نشروا واحد القضيه ديال هذيك الجريده الرسميه، ناط وزاره الخارجيه دارت بلاغ، المغرب ما ردش ما هضرش ما تكلمش، من بعد رجع هو نيت قال لهم لا حق راه كذا كذا كذا. شكون دار له هذه القضيه هذه؟ يا ترى يا حبيبي يا ترى انت فين يا حبيبي انت فين؟ النيجر استدعاوا ابن عمي السفير نتاع النيجر، دعونا نقرا البلاغ نتاع وزاره الخارجيه الجزائريه، يعني استكانه ما بعدها استكانه. خوتي الجزائريين نقسم لكم بالله الشعب الجزائري الشقيق الحبيب، نقسم لكم بالله لا شوف ما سأقوله الآن والله ما عنده علاقة مع شي حرب إعلامية نفسية كنديرها عليكم ولا، بكل وضوح وبكل موضوعية أم أويس الله يحفظك، نقسم لكم بالله لا عندكم أضعف وأفشل نظام حاكم في التاريخ ديالكم. شتي من اللي كان كيحكمكم غسال الموتى في الايامات ديال العثمانيين، نقولوا حنايا كنتو شادين شي حاجه في داك الجزائر العاصمه، هذاك غسال الموتى هذاك يمكن بعدا كان حاكم الموتى. راه منذ غسال الموتى ما وقعت شي ضعف في النظام للجزائر غسال الموتى. واه خالد ما فراسكش فراسكش حكمهم غسال الموتى، راه داروا بحال هذا القديم تاع تبو، والله العظيم بالله غسال الموتى يا جدك، راه هكا داروا مع تبون، اخرجوا لقاو تبون قالوا له روح تولي رئيس، داك المره خارجين قال لك غادي نشوفوا كذا، قال لي لقيناه لقيناه في الجزائر الاول هو اللي يحكم الجزائر، لقاو واحد خارج من شي جامع ولا ما غسل شي ميت، قالوا له زيد روح تحكم، عطاو له يحكم، حكم شي ثلاث ايام ولا شهر ولا شهرين ما عرفتش شحال، الله ما عرفتش شحال. يا ترى يا حبيبي يا ترى انت فين؟ انا جايك افيفانا، شكرا شكرا فكرتيني في هذيك، شكرا. نشوفوا سيدي وزاره الخارجيه الجزائريه، وزاره الخارجيه الجزائريه ماذا تقول؟ تقول استدعي يوم الخميس 4 أفريل 2024 سفير جمهورية النيجر بالجزائر. دابا باغيين يبانوا بأنهم غضبانين، فهمتي؟ فهمت؟ استدعي بنوه المجهول، فهمت؟ زعما داك الشيء ديال حنايا، فهمتي؟ السيد أمين ملام مانزو